قدمها مش ليها لمصر بس، زي ما هو قال في الامم المتحده ان احنا هنقدم دي للعالم كله، لان العالم كله هيستفيد من مشروعنا، مش احنا بس اللي هنستفيد. كان في استفاده مباشره لمصر والاقتصاد المصري، لا ده في استفاده عالميه للاقتصاد العالمي كله والتجاره العالميه. الاستفاده الاكبر من وجهه نظري انا شخصي، انا ما بتكلمش في السياسه ولا ليا في السياسه، ولكن انا بقى كفرد في القوات المسلحه وحاسس بيها، اولا ان جمعت الشعب المصري كله، كل طوائفه على مشروع قومي بيتحفر بسواعد مصريه، كل المعدات اللي موجوده معدات مصريه، كل الشركات اللي موجوده شركات مدنيه مصريه، حتى اللي مشترك من القوات المسلحه ما هو ابن الشعب المصري. ما هو الجيش مين؟ ما هو الجيش ابني وابنك واخويا واخوك كلنا. الجيش المصري بيتميز على فكره بصفه فريده مش موجوده في اي جيش من الجيوش العالميه، ان الجيش المصري من نبت هذه الارض، من المسلم والمسيحي، من مطروح واسوان، من اسكندريه والمنصوره، مش جيش فئه، مش جيش محافظه، مش جيش مسلم ومسيحي، لا مش جيش مسيحي ومسلم، لا ده وده سر قوه التلاحم والحب اللي بين الشعب المصري وبين جيشه، وربنا يديم ان شاء الله النعمه دي علينا. شعور عظيم جدا جدا جدا، مش غريب على الشعب المصري ان هو يحتفل بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء بمناسبه ان احنا في شهر اكتوبر يعني، وفي نفس الوقت بيحتفل بمشروعه القومي الكبير اللي هو قناه السويس الجديده، اللي ان شاء الله باذن الله هتكون فتحه خير على الشعب المصري كله، بل والعالم باسره في موضوع التجاره العالميه بقى والانتعاش الاقتصادي العالمي كله. رساله حابب توجهها للشعب المصري يا فندم النهارده، حابب تقول لهم ايه؟ رسالة بقول لهم لكم أن تفخروا، الشعب المصري له أن يفخر أن هو مصري، وعايزين نعمل ومش عايزين نقول بقى كل شوية أن احنا أحفاد الفراعنة أحفاد الفراعنة، لا احنا المصريين اللي بنعمل اللي بنعمل تاريخ جديد لمصر يوازي ويضاهي إن شاء الله تاريخ الفراعنة، تاريخ بقى في العصر الحديث بالمشروعات العملاقة الكبيرة القومية اللي هو بينفذها. خلي بالكم من بلدكم، انتوا مش اقل من الالمان ولا من اليابانيين اللي بيقولوا ان هم بيشتغلوا كتير، لا احنا بقى هنشتغل اكتر منهم وهنبني بلدنا ان شاء الله، وهتبقى مصر فعلا قد الدنيا واحسن من كل بلاد العالم ان شاء الله. معايده حابب تقولها النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده القائد بتاعي واخويا الكبير والاب الروحي لنا كلنا، في سواء في القوات المسلحه او حاليا بقى الشعب المصري. بقول له ربنا يعينك، ربنا يقويك، احنا كلنا وراك، احنا كلنا جنودك، سواء القوات المسلحه او الشعب المصري هم جنود في منظومه هو بياخدها. ربنا يوفقه ان شاء الله لخير مصر ومستقبل مصر الباهر ان شاء الله. معايده لاولادك اللي هنا في القوات المسلحه وكل الناس اللي بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انا بشكركم كلكم ان انتم سايبين اهاليكم، وبدل ما تعيدوا مع اهاليكم بتعيدوا في المشروع بتاعكم، المشروع العظيم ده، عشان تدوا قدوه ومثل لكل طوائف الشعب المصري ان في مصريين هم بيعايروا برضه مع بعض هنا في موقع المشروع وبيشتغلوا في نفس الوقت. فأنا بشكركم كلكم، سواء العسكري، سواء الضابط، سواء المهندس المدني، سواء العامل البسيط، سواء المشرف على المشروع، سواء المقاول، كل العاملين معايا في المشروع بشكرهم، بقول لهم أنا بشكركم، وده مش غريب عليكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله وتوصلوا للأمل بتاعكم والهدف بتاعكم إن شاء الله، وتحفروا القناة وتسلموها وتدوها هدية للشعب المصري إن شاء الله خلال سنة.